السلام عليكم. هو قال: الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر. فتعلم أن النجاح والفشل كلاهما يدفعان بك نحو الأمام، وأنه إن أنت نجحت أو فشلت في أمر ما، فذلك يعني أنك في كلتا الحالتين قد أضفت شيئا لخبرتك. فالخبرة لا تتكون من نجاحات الشخص وحسب، وإنما من عثراته وأخطائه أيضا. تعلم أن تستفيد دائما من أخطائك، ليس بأن تستسلم وتقول أن الوصول لهذا الهدف أو ذلك أمر مستحيل إن واجهك الفشل، بل أن تقول أنني أخطأت هنا وهنا، وأن تعيد التخطيط بذكاء في كل مرة. أن تعيد المحاولة أكثر من مرة يجعلك أكثر خبرة ودراية وذكاء، فأنت تعلم ما يمكنه أن يعمل في ظروف معينة وما لا يمكنه أن يعمل، فتقترب في كل مرة من تحقيق هدفك، حتى وإن كنت تفشل في كل مرة تحاول فيها، فيبدو لك الأمر وكأنك تعود خطوات للخلف، إلا أنك تتقدم وببساطة ببطء. لا تكن عاديا وروتينيا في التعامل مع تحديات الحياة. أن تمتلك هدفا واحدا في هذه الحياة لا يعني أنه لا توجد سوى طريقة واحدة للوصول إليه. جرب أن تغير الطريق والطريقة في كل مرة. في أي عمل تقدم عليه، خطط له أولا، استشر وابحث واقرأ، خذ مذكرة وابدأ التطبيق. وأنت تفعل ذلك دون ما تراه ينجح معك وما لا ينجح. تتعلم لغة جديدة، هنالك أكثر من طريقة لفعل ذلك. وأنت تتعلم، دون ما أفادك بشكل كبير، ما تجد أنه مضيعة للوقت وما ترى أنه بإمكانه مساعدتك على التقدم، لكن لاحقا. ركز الآن على ما وجدت أنه يعمل، بهذا الشكل ستتقدم بشكل أسرع. قد يحدث أن تفشل مرة ومرتين، لا بأس عليك، فقد دون أسباب الفشل. ربما الطريقة صعبة، ربما أنت غير مستعد، أو أنه ببساطة الطريقة التي تتبع سيئة. أنت فشلت في اتباع هذه الطريقة، لذا أعد المحاولة مجددا وستشعر أنك أصبحت أكثر تركيزا وذكاء. ذلك سيجدد ثقتك في نفسك. النجاح يؤكد لك أن ما قمت به هو الصحيح، فتتقدم باتجاه الهدف. أما الفشل فيخبرك أنك تحتاج للقيام بالأشياء بطريقة مختلفة لتنجح، فتعيد المحاولة فتتقدم أيضا باتجاه الهدف، فتصير خبرتك مضاعفة حيث تكون على علم بالطريقة الخاطئة والناجحة للوصول للهدف المحدد. استثمر ذلك وساعد الآخرين، سيرون فيك شخصا مميزا وملهما. أخبرهم بما فشلت فيه وكيف، وما الذي نجح معك ولماذا. وتذكر أن تحاول دائما، لكن بطريقة مختلفة. فلا تتوقع الحصول على نتيجة مختلفة إذا ما قمت بالشيء بنفس الطريقة متوقعا نتائج مختلفة. ختاما، أنا وموقع ثقافة عامة نتمنى لكم حياة مليئة بالنجاح والتفاؤل، فابقوا إيجابيين. أدعكم في أمان الله.